النهارده عاملين سبرينج رولز بس بطريقه جديده خالص، حاشينها حشوه يعني طريقتها في الحشو مختلفه شويه، رفنوعه كده وصغننه وحلوه قوي وسهله في الاكل. خلاص عندنا هي شرايح السبرينج رولز، ونخلي بالنا دايما نغطيها واحنا بنشتغل عشان هي من الحاجات اللي بتنشف بسرعه جدا. طب لو نشفت نعمل ايه؟ نقصقصها بالمقص ونقليها ونعمل بيها فته، نحطها على السلطه، الحاجات دي. ماشي، مقادير بقى السمبوسك عباره عن جبنه موتزاريلا وجبنه نابلسيه اللي هي اللي احنا دايما بنحب نستخدمها كده في الكنافه اهو. ماشي، وممكن نستخدم ميكس تشيز، ممكن نستخدم جبنه فته، ومعانا نعناع وزعتر، وانا حابه احط معانا اسيل، وانا حابه احط كمان زيت زيتون عشان بس ايه تديها طراوه كده حلوه قوي. بصوا دي طعمها بقى في الاكل بتبقى خطيره بجد، والجبنه الموتزاريلا بقى بتسيح، والجبنه النابلسيه كده بتبقى حادقه شويه، لذيذه قوي. خلاص طيب احط كده شويه هنا. بصوا بقى بتتقفل ازاي، بتتقفل بطريقه مختلفه على اللي احنا متعودين عليها. بصوا اهي شايفين، هنعمل كده المثلث ده هنعمله كده ونضغط كده لورا، وبعدين نعمل دي كده ودي كده ونلفها بالطريقه دي. شايفين صغننه ازاي وسهله وحلوه قوي اهو، وبرده بالميه والدقيق ونايه ونثبت ونقفلها تبقى زي الاسطوانه الصغننه قوي. ماشي اهي اوكي. طيب بصوا صغننه كده وحلوه، ابتدي بقى ايه اقلي. بصوا مجرد بس ما تتحمر نطلع على طول، لان هي ايه مش محتاجه سوى قوي. تعالوا بقى نشوف المشروب بتاعنا النهارده، حلو جدا. انا بحاول على قد ما اقدر كل يوم اعمل لكم كده يعني مشروب جديد ومختلف وفي نفس الوقت يبقى مفيد. عندنا لبن جوز هند، عندنا اناناس، عندنا فراوله، عندنا كيوي، عندنا شرايح من اللوز. عندنا اهو لبن جوز هند، بس انا هحط الاول الفاكهه بعدين احط لبن جوز الهند. خلاص لان انا عايزه الفاكهه هي اللي تبقى زياده. الاناناس هنا كومبوت، ممكن ان احنا نجيبه فريش وننزل كده ميته بتبقى حلوه قوي. نشيل بس حبه كده من الفاكهه بس كده. ماشي طيب اول حاجه نعملها ان احنا ايه